اسم التجربة، قياس التغير، الهدف من التجربة، علاقة التغير بين الطول والكتلة، عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة، الحذر عند استعمال النابض، أدوات التجربة، خمس حلقات معدنية متماثلة، نابض، مسطرة حامل خطوات إجراء التجربة: نثبت النابض بصورة عمودية بالحامل، ثم نقيس طوله باستعمال المسطرة. نضع حلقة معدنية عند نهاية النابض. ثم نقيس طوله، فنلاحظ ازديادا في طول النابض. نكرر الخطوه السابقه باضافه حلقه معدنيه واحده في كل مره وندون النتائج في جدول كالآتي: نرسم العلاقة بين طول النابض والكتلة المعلقة به بيانيًا. النتائج: تمثل الطريقة العلمية أسلوبًا للإجابة عن تساؤلات علمية بهدف تفسير الطبيعة المختلفة بدءًا بطرح الأسئلة بناءً على مشاهدات. ثم محاولة البحث عن إجابات منطقية لها عن طريق وضع الفرضيات. ففي مثالنا، يزداد طول النابض مع ازدياد الكتلة، وتسمى هذه العلاقة علاقة طردية، ويمكن من خلال هذه العلاقة توقع ازدياد طول النابض مع ازدياد الكتلة.